متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. أزاحت نيسان الستار عن صني 2020 الجديدة في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، وكما توقعنا الجيل الثالث الجديد يستلهم الكثير من ملامح تصميمه من ألتيما الجديدة. صني 2020 تبدو أجمل وأكثر تطوراً بكثير من الموديل الحالي في كل جانب تقريباً، أما في المقصورة فهنا نرى التشابه مع موديل كيكس بنفس نظام المعلومات الترفيهية، وتشمل الخيارات تدفئة المقاعد وتطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. وقد حسنت نيسان من أنظمة سلامة صني مع إضافة كبح أوتوماتيكي للطوارئ ونظام التحذير من مغادرة حارة الطريق ومصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع، كله بشكل قياسي. وتستمد صني 2020 قوتها من نفس محرك كيكس سعة 1.6 لتر بأربعة سلندر بقوة 122 حصان، وهو تحسن طفيف عن قوة صني الحالية 109 حصان، ويتصل المحرك بجير يدوي بخمس سرعات وآخر متغير باستمرار CVT. لم تعلن نيسان عن الأسعار بعد، ولكن لا نتوقع ابتعاده عن سعر الموديل الحالي الذي يبدأ من 12360 دولار 46,000 ريال سعودي. ما رأيك في الشكل الجديد لصني؟ شاركنا بالتعليق.